السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا وجبة للدايت. مش معنى ان احنا عاملين دايت يبقى ما ناكلش حاجات مثلا مكرونة او مسبك او كده. النهاردة معانا 100 جرام مكرونة بالصلصة بتعمل 155 سعرة، ومية جرام من الكفتة بيعمل 280 سعرة، وهنحط جنبه طبق سلطة كبير كده او وشوربة. لو عندنا شوربة هنحط طبق شوربة برضو كويس كده، ودي هتبقى الوجبة بتاعتنا، ومش هتتعدى السعرات الحرارية اللي مطلوبة مننا في وجبة الغداء. لو دخلتي حسبتيها في التطبيق هتلاقيها انها كده مظبوطة، وجبة حلوة ومشبعة ولذيذة، والطريقة موجودة على القناة. ويا رب الفيديو تستفيدوا منه ويعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك وتعليق. باي باي.